واسمع صياحه حرفيا من بعيد. يقول مع صياحه الا ارفع سلاحي على سيارته، الا في شخص يناديني من ورا قال لي هزاح هزاح. السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. والله العظيم ما أدري وش أقول لكم، ولكن والله إن مالي إلا الدعاء لكم. يا الله يا رب الجبال الراسية والعباد العاصية والقلوب القاسية، إنه يسخر لكم من حيث لا تعلمون، وإنه يا جماعة الخير يسخر لكم ملائكة في السماء وجنودا في الأرض. والله ما تدرون قديش كلامكم الإيجابي والمستمر في الكومنتات إنه شيء محفز بشكل غير طبيعي. والشيء الثاني يا جماعة الخير، قصة اليوم يمكن أقول لكم إنها من أحد أفضل القصص اللي ممكن نزلت في قناتي. قصة اليوم عادي في يوم من الأيام تشوفها في أحد الأفلام، قصة حرفيا من الرتم الثقيل مرة. ولكن حبيبي وعزيز المتابع، قبل ما نبدأ في قصة اليوم لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة، ويلا خل نبدأ. مثل ما تعرفين يا جماعة الخير إن القصص تحكينا أشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل. القصص عالم جميل في هذا الكون. قصة اليوم يا جماعة الخير ترجع لشخص اسمه هزاع. يقول هزاع: عائلتي مكونة من أب وأم وست عيال. يقولوا كنا نعيش في قرية حرفيا فقيرة لأبعد درجة. وزيادة على كذا القصة هذه ترجع لستين أو سبعين سنة من الآن، قصة في زمن الناس الطيبين، قصة في زمن مختلف عن هذا الزمن. لما أقول لك مراهقة شخص قبل ستين أو سبعين سنة، فاعرف أنها تختلف اختلاف تام عن مراهقة شخص في الزمن هذا. لأن قبل يا جماعة الخير كانت الناس تتعامل بأسلوب مختلف، ولا أبغى أذكر هذا الأسلوب، اسلوب غليظ بشكل انت ما تتوقعه. يقول هزاع: كنت معاصر حرفيا لاصعب زمن مر علي في حياتي، زمن مختلف عن الوقت الحاضر اللي احنا فيه. يقول طبعا ذيك الايام اللي معاه سادس ابتدائي يا رجل كان معاه دكتوراه الان، كان العلم قليل مره. في المكان اللي يقل فيه العلم ويرتفع فيه الجهل دائما يا جماعه الخير تكون فيه المشاكل اعلى واكبر بشكل انت ما تتوقعه. يقول هزاع: القصه هذه بدت معي وانا بعمر 18 سنة. كان عندي اثنين من اخوياي، ضاري وضويحي. يقول هذول الاثنين من افضل اخوياي اللي كنت امشي معهم. يقول ضاري اكبر مني بما يقارب 3 سنوات. يقول وضويحي في نفس عمري بالضبط، وساكنين في قرية حرفيا يعم فيها الفقر بشكل انتم ما تتوقعونه. قرية ما فيها الا ما يقارب 20 أو 30 بيت. وبرضو ذيك الايام كان ما فيه يا جماعة الخير شيء اسمه كهرب، نستخدم يا جماعة الخير اللي هو الفوانيس عشان ننير فيها الطرقات. يقول يا جماعة الخير صاحب القصة هزاع: اني كنت شخص راعي مشاكل وشخص غير مسالم نهائيا، ولا ابغى اذكر لكم مشاكل الاولين. يقول مشاكل ما تقدر تتخلص منها نهائيا، ولكن راح اذكر لكم احد اقوى المشاكل اللي صارت في حياتي. يقول كنت في عمر 18 سنة، كانت عندنا دائما مشاكل بين قريتنا والقرية اللي جنبنا، والقرية اللي جنبنا تبعد ما يقارب 6 أو 7 كيلو من عندنا. يقول كنا دائما نروح عندهم ونطاق مع عيالهم الموجودين هناك. يقولوا برضو اهم كذلك. يقول في يوم من الأيام كلمني ضاري خويي وقال لي: اسمع يا هزاع، راح نطاق مع واحد موجود في القرية الثانية، ولكن ذا المرة نبغى نطق طق عشان مرة ثانية ما حد يمد يده علينا. طبعا قبل إذا أنا ما قلت له أبد ابشر ما يصير خاطره كله طيب وابشر بالفزعة، حرفيا راح يصنفونك إنك شخص رخمة وما منك فايدة أبد، ويصيرون يتحاشونك وينقدون وجودك معهم. المهم قلت لخويي: أبد تم، وش تبغى أنا معاك؟ قال لي: خلاص زين، راح نطلع لهم بإذن الله بعد الظهر لين القرية حقتهم، وهم دائما بعد الظهر يلعبون عند باب بيتهم، نبغى نمسك الولد هذا ونطقه طق مو طبيعي. قلت له: أبد اللي تبغاه أنا معك. وصدق يا جماعة الخير جاء اليوم الموعود، وطلعت أنا وخويي للقرية الثانية وحصلنا هذا الولد موجود قدام باب بيتهم وقاعد يلعب أحد الألعاب القديمة اللي كنا نلعبها. المهم يقول هزاع: توجهت له على طول مباشرة لين وصلت عنده ومسكته وثبتته على الجدار، إلا الرجال يقول لي: تكفى يا هزاع خلني. هزاع والله العظيم ماني فاضي مشاكل، وخويك خذ حقه قبل، وش يبغى يرجع مرة ثانية ينتقم؟ اللي يا جماعة الخير خويي جاي يمسك الرجال هذا ويطقه ويضرب فيه يمين يسار، وأنا بس يا جماعة الخير ماسك الرجال هذا. اللي يقول لي خويي: هزاع اضربه. يقول صرت أناظر فيه، يترى خلاص امسك الرجال. يقول يمسكه إلا أبقسه بوكس وينكسر أحد أسنانه. يقول مهم تطيح أحد أسنانه، يوم شفنا أسنانه طاحت ونحشنا ورحنا على طول قريتنا وزبلنا فيها يا جماعة الخير
بعد ما مر ممكن 5 أو 6 ساعات إلا جو مجموعة رجال لابسين ثيابهم متوجهين لمنا، لين وصلوا عند شيخ القبيلة حقتنا. وقفوا عنده وقالوا له: اسمع يا فلان، ولدكم تعدى على ولدي وحنا ما نسمح بالغلط، ونبغى حق الله يبان، مثل ما عرفنا في شرع الله السن بالسن وما راح نتنازل عن هذا الشيء. يقول صاروا يطلبونه، يقولون له: يا ابن الحلال اكسر الشر ومشاكل بزران. قال: ما عندي كسرة شر، اللي كسر سن ولدي ينكسر سنه الآن قدامي، وأنا بسكت عن التعديات اللي سووها عشان العيش والملح اللي كان بيننا. يقول: المهم صارت سالفة طويلة بخصوص هذا الموضوع، وجاء أبوي وصار يترجى في هذا الشخص عشان بس ما يكسرون سني. المهم أبوي يا جماعة الخير أعطاه بعض الذهب اللي موجود عند أمي، والرجال رضى فيه وتنازل عن حقه. ولكن يا جماعة الخير يقول هزاع، يقول: استمريت في فعل المشاكل في ذيك الأيام. يقول: يوم كبرت شوي وصلت العمر 22-23 سنة، أخوياي كانوا يشجعوني على السرقة، وكنت بعض الأحيان أمد يدي على أشياء ما هي لي. يقول: المهم سويت أشياء كثيرة في مراهقتي، وفي أشياء تفشل ما ودي أقولها. يقول: برضو منها بيع أسلحة، وإني كنت أنقل أسلحة من مكان لمكان. يقول: أشياء كثيرة كنت أسويها، وغير الأشياء الثانية اللي ما ودي أذكرها لكم. يقول: يا جماعة خير هزاع في عمر 25 سنة، يقول: إلا يطق باب بيتنا بشكل قوي. يقول: وكانت طقته حرفيا سببت لي فزع، طق 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 طق. المهم أطلع إلا في ولد يقول لي: هزاع ضويحي خويك مات، والله يغفر له ويرحمه. يقول: أول ما قال لي الكلام هذا وجعني قلبي، قلت له: ضويحي وين مات؟ وش فيه؟ وش صار عليه؟ حلمني. قال لي: يقولون إن اعترضوه قطاع الطرق وصار يقاومهم وقتلوه وراحوا وخلوه، وجانا خبره قبل شوي إنه مات. يقول هزاع: أول ما سمعت الموقف هذا صدق تذكرت قطاع الطرق اللي كانوا موجودين عندنا. يقول: كانت سوالف قطاع الطرق بشكل أنتوا ما تتوقعونه، ناس مسببين رعب على الطرق العامة، فدايما يوقفون الناس ويسرقونهم. يقول: يا كثر القصص اللي سمعتها في ذيك الأيام كانوا يتكلمون عن قطاع الطرق. رحت يا جماعة الخير أصلي على ضويحي خوي، وبعدها توجهنا للمقبرة ودفناه وعزيت هلا يا جماعة الخير ورجعت البيت. ولكن موتة ضويحي حرفيا أثرت فيني بشكل كبير وغيرتني تغير جذري، فكرهت المشاكل ولعت صرت أدورها، وهديت هدوء حرفيا غريب لدرجة الناس مستغربة أني وصلت لهذه المرحلة. المهم يا جماعة الخير مرت الأيام ومرت فيها الأسابيع، وكنت دائما أمر المقبرة وأدعي الخوي ضويحي بالرحمة، وإن الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه. موت الضويحي عرفيا سببت لي صدمة، وجاني خوف يا جماعة الخير، ويقنت إن الدنيا هذه فانية، وصرت أصلي وحافظ على صلاتي مع الجماعة. فالمهم صرت ملتزم دينيا بشكل فظيع، وكل المشاكل القديمة تركتها. يقول هزاع يا جماعة الخير مرت السنين وأنا ملتزم على صلاتي. يقول لين جاء عمري 28 سنة، اللحظة اللي أعلنت فيها أمي إنها راح تخطب لي عشان تزوجني ويفرحون فيني ويفرحون في عرسي. ولكن ذيك الأيام ما كانت تكاليف الحياة يعني غالية، وما كنت أحتاج أني أكون موظف، يعني حياتي في بيت أبوي راح تسهل لي الأمور كلها. المهم تزوجت الإنسانة اللي ربي كتبها لي. يقول عشت أنا وياها في نفس بيت أبوي. يقول أبوي كان بني لنا نفس الغرفة البسيطة نعيش فيها أنا وزوجتي نورة. يقول مرت الأيام ومرت فيها السنين، السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة. يقول مرت السنوات، وبعد 8 سنوات ربي يا جماعة الخير رزقني بولد وأنا في عمر 36 سنة. يقول طبعا لا أخفيكم مع مرور السنوات هذه كان يقول لي أبوي: يا هزاع تزوج الثانية ممكن امرتك ما تنجب. ولكن أنا كنت أحب زوجتي نورة بشكل غير طبيعي، لأنها إنسانة فهمتني وأنا فاهمها، وسبحان الله ما قد صارت بيني وبينها مشاكل من المشاكل الكبار اللي دائما تصير بين الزوج وزوجته. قلت لزوجتي نورة راح أسمي ولدي على رفيق دربي اللي هو ضويحي، الشخص اللي ما أنساه مهما حييت. قالت لي زوجتي: أبد، أنت أبوه سمه اللي تبغاه. فسميت يا جماعة الخير ولدي هذا ضويحي. المهم سوينا يا جماعة الخير العشاء وجبنا تمايم الولد وأعلنا عن اسمه عنده، وقلنا أن سمينا الرجال هذا ضويحي على رفيق كان لي مات، وإن شاء الله إن هذا عمره الجديد. المهم يا جماعة الخير مرت الأيام وصار عمر ولدي يا جماعة الخير 3 سنوات، وأنا صار عمري 39 سنة. المهم يقول هزاع في مرة من المرات طلبت من أبوي، قلت له: يبا أبغى سيارة كل جمس، إن بنسافر أنا وزوجتي وولدي. قال لي أبوي: وين بتسافر وما أدري إيش؟ قلت له: والله نبغى نطلع من الديرة نغير فيها جو 4 أيام 5 أيام وبنرجع. قال لي أبوي: خلاص خذ هذا مفتاح الجمس. طبعا الجمس يا جماعة الخير اللي هي الجموس القديمة الطويلة، عرفتوها؟ جمس هذا أبو حديد القديم مرة. قال: خذ هذا مفتاح الجمس وشيك على زيوته قبل ما تمشي، وتأكد من الحرارة لا ترتفع عليه، والله
الله يسهل امورك يا هزاع. المهم خدت مفتاح السياره وكلمت زوجتي نوره، قلت لها جهزي ولدي ضويحي نبغى نطلع انا وياس نروح المنطقه تبعد ما يقارب 700 كيلو من هنا. قالت لي نوره ابشر. المهم يا جماعة الخير، يقول هزاع رحت جهزت أغراضي وجهزت شنطتي اللي بطلع وأسافر فيها، وأنا طالع إلا يجي أبوي في وجهي، قال لي هزاع تعال شوي، في شيء نسيت أذكرك منه، ولكن ما ينفع أقوله عند زوجتك. تعال لي تحت ابغى اتفاهم معاك شوي. وصدق يا جماعه الخير واطلع برا في الشارع واقابل ابوي. قلت له يبا عسى ما شر وش صاير؟ قال لي اسمع يا ولدي، ترى الطريق اللي راح تمشون معاه راح تقابلون اشياء واجد، وخلك حذر يا ولدي، وفي الطريق نيتك لا تصير طيبه. والشيء الثاني يا هزاع، الا شوي يا جماعه الخير ابوي يطلع سلاح ويعطيني اياه. قال امسك ذا السلاح وخله معاه، لان ممكن يعترضونكم قطاع الطرق الا انت تدافع عن نفسك وعن شرفك فيه. قلت له يبا السلاح ذا وين ازبنا فيه؟ وين احطه؟ والسلاح هذا لو شافتني شرطه راح يوقفوني ويحاسبوني عليه. الا ابوي يقول لي اسمع هزاع، اذا وقفوك امسك العسكري على جنب وقل له اني ما اضمن الطريق، والطريق اللي راح امشي معاه ممكن اقابل فيه قطاع الطرق وراح ادافع عن نفسي فيه. اما سالفه وين تخبي السلاح ذا، يقول هزاع الجمس اللي معنا جيره عايدي. قال لي شفت جلده الجير كذا؟ نفس الجلده يا جماعه خير تكون في اخر الجير. قال هي مفتوحه شوي، دخل السلاح فيها ولا حد راح يشوفه. والشيء الثاني برضو يا هزاع، لو قابلوك قطاع الطرق خل معاك غترتين، غترة لك وغترة لزوجتك لبسها فيه، عشان لا اعترضوكم الا تقول زوجتك البسي غترة، يعتقدون انها رجال معاك وتقدر تقاومهم وانت مرتاح. الصدق يا جماعة الخير بعد ما قال لي ابوي الكلام هذا انا توترت شوي، وصار يجيني الخوف بين فترة وفترة. قلت له يبا ان شاء الله ربي يحافظني وان شاء الله الامور زينة. الا ابوي يقول، قال انا اقول لك بس الاولويات هذه، وترى قطاع الطرق منتشرين ذا الايام. قلت له ابشر يا يبا. يقول هزاع على طول رقيت عند نورة زوجتي وقلت لها يلا يا نورة جيبي ضويحي وخلنا نروح. ركبت نورة جنبي وركب ولدي عندنا في النص، والجمس يا جماعة الخير من الجموس الكبار الطوال هذه. يقول وشغل الجمس وحط أغراضي كلها ورا، يقول واطلع من عند البيت وديت زوجتي البيت أهلها عشان تسلم عليهم وتقول لهم إنها راح تسافر 5 أيام أو 6 أيام وراح يرجعون. يقول هزاع صدق وقفت زوجتي وانتظرتها لين تخلص وتسلم على أمها وعلى أبوها، وبعدها نطلع على طول مباشرة للديرة الثانية اللي راح نطلع لها. يقول لحظات إلا زوجتي جت وركبت معاي إهي وضويحي ولدي وسمينا بالله ومسكنا طريقنا. يقول طبعا الطريق فيه طريق فيه نور وفي طريق يختفي فيه النور. يقول وانا ماسك الطريق الا كانت في سياره قدامي على اليمين متعطله. يقول هزاع وراعيها طالع على الشارع قاعد ياشر لي يبغاني اوقف له، ولكن تذكرت كلمه ابوي اللي قال يا هزاع لا تظن في الناس ظن الخير، فتجاهلته ومشيت. المهم واكمل طريقي لين تعديت ما يقارب 200 كيلو من قريتي اللي انا طالع منها. بعدها راح يكون في محطة بنزين على اليمين، راح اعبي الجمس بنزين، وبرضو معاي جراكل يا جماعة الخير لازم اعبيها. ليه راح اعبي هذه الجراكل بنزين؟ لان المسافة اللي راح اقطعها طويلة وما في اي محطة قدام ابد. يقول هزاع في اللحظة اللي وقفت فيها الجمس عند محطة البنزين، يقول له جاء الرجال اللي يعبي البنزين عندي، وقفت كذا في المرتبة قلت له عب فل، قال لي خلاص اوكي. المهم عبى فل يا جماعة الخير وانا جالس على المرتبة وزوجتي جنبي ولدي في النص بيننا. يقول لحظات إلا مر يا جماعة الخير جمس بهبهاني قديم. يقول هزاع من مشية الجمس كأنه وحش حرفيا على أرض الواقع. يقول مر وناظر فينا وكانوا اثنين. المهم خذوا فر يا جماعة الخير على المحطة، بعدين طلعوا من قدام من عند المحطة. طبعا يا جماعة الخير الطريق اللي بعد المحطة راح يكون طريق مظلم بشكل كبير، ما فيه أي إنارة أبد. وعرفت نظرة راعي الجمس، يقول نظرة إجرامية فيها الخبث بشكل أنتوا ما تتوقعونه، وقلبي نغزني وقال لي انتبه يا هزاع من الناس ذولي وأكيد إن وراهم بلا. يقول هزاع العامل عبى البنزين وشغل الجمس واطلع من المحطة شوي، وقلت لزوجتي البسي غترتك وخليك جاهزة. يقول قلت لنورة البسي غترتك وخليك جاهزة. قالت لي ليه وش فيه هزاع؟ قلت له خليك جاهزة وبس. يقول هزاع ومد يدي عند الجير واسحب الفرد من الجلدة اللي كنت انا مزبن السلاح فيها. يقول واسحب الفرد وحطه على فخذي وحط غترتي على راسي، وزوجتي حطت غترتها على راسها. يقول واطلع من المحطة وامسك طريقي. يقول بعد ما تطلع المحطة كذا بعد 3 كيلو ما عاد في اي نور نهائيا. يقول الظلام دامس بشكل مرة كبير. يقول ذاك اليوم كان القمر ما هو كامل، القمر حرفيا مختفي مرة، يعني إضاءة الطريق تكون مرة إضاءة خافتة. المهم يقول وأنا ماشي ونور السيارة كذا شغال، والنور يعني سيارة قديمة، إلا يا جماعة الخير وأنا مار إلا الجمس البهبهاني اللي كان في المحطة اشتغلت اللمبات اللي فوق حقته، وطلع يا جماعة الخير من الطريق الترابي لطريق الأسفل وصار يلحق وراي. يقول جمس ما هو نفس أي جمس، لا، يقول جمس فيه قوة يقول لا يعلم بها إلا الله. يقول قوي بشكل أنتم ما تتوقعونه. يقول ماما شوفه
يقرب من وراي وعشق الجمس وحاول احط رجلي ابغى انحاش منه. يقول له هو يكبس لي، يقول وانا مسرع بشكل جنوني وزوجتي نورة جنبي قاعدة تذكر ربها. يقول المهم الا جاء جنبي وخويه يا جماعة الخير يشر علي بالسلاح. اول ما اشر علي بالسلاح انا هديت واسحب السلاح من فخذي. يقول وانزل قزازة، كانت القزازة هندل. يقول تشك 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 وانزل قزازة. يقول وانا قاعد اسوق بيدي اليسار واطلق بيدي اليمين. يقول طراخ طراخ، يقول السيارة ما جاها شيء. يقول المهم وانا قاعد اطلق، يقول وانا قاعد اطلق الشخص الراكب مع الجمس البهبهاني هذا يقول فتح باب سيارته كذا بشكل بسيط لان الهواء قوي قاعد يدفه. يقول ويطلع السلاح ويصير يطلق على الباب حق سيارتي وخويه قاعد يحاول يلف علي عشان يوقفني. يقول يوم شفته كذا واصير اطلق عليه كذا طلق عشوائي. يقول هزاع طبعا، يقول انا ما استخدمت السلاح من زمان. يقول هزاع واخر علمي فيه كان قبل الزواج، يعني من زمان اخر مره استخدمت السلاح. والسلاح يا جماعه الخير العيب اللي انا سويته اني ما جبت معاي رصاص زايد. يقول اللي قدامي يلفون علي ويحاولون يوقفوني. يقول صار يجون من قدامي ويحاولون يربطون فرامل عشان يجبروني على الوقوف. يقول المهم قاعدين يحاولون يوقفوني يا جماعة الخير وانا هديت السرعة. يقول الطريق اول عبارة عن زفلت وتقدر تطلع يعني على الرادمية وعلى الطريق الثاني على اليمين بيكون الطريق هذاك ترابي. يقول هزاع طلعت عليه يا جماعة الخير، يقول سبحان الله ما ادري كيف كفري علق حرفيا في غراس، وعشان اطلع يا جماعة الخير لازم اعشق ريوس وارجع ورا. يقول وانا راجع ورا الا البهبهاني يا جماعة الخير يصدمني من ورا. اول ما صدمني نزلوا وفتحوا علي الباب وقالوا لي اسمع اذا تبغى تروح بسلام انزل الان قدامنا. يقول المهم هزاع نزلت ونزلت زوجتي ومسكت ولدي ضويحي. بعدين قالوا لي قال عطونا ما تملكون، اذا معكم ذهب ولا فلوس طلعوها الان قبل ما نفتشكم. يقول هزاع انا قلت لهم ما معي شيء ولا املك ولا قرش، اخر شيء دفعته كان في المحطه. يقول المهم الا الثاني صار يرفع علي السلاح، الا زوجتي نوره صارت تصايح ولدي معها صار يبكي يا جماعه الخير. يقول المهم فلت ضويحي من يدي وراحت زوجتي نوره تلحقه. يقول في اللحظه هذه في واحد منهم قال لي اسمع عطنا معاك ولا اقسم بالله العظيم لا اذبحهم قدامك الان. قلت له يا ابن الحلال تفهم ما معي شيء. يقول يا جماعه الخير الا الرجال يطلق طلقه واتوقع انه ما كان يبغى يصيبهم، ولكن يا جماعه الخير الطلقه هذه جت في يد ولدي ضويحي. يقول هنا انا طاحت قوتي، اسقطت كل اركان الرجل اللي موجوده عندي. يقول استسلم وقلت لهم بعطيكم اللي تبون ولكن خلوني اروح اعالج ولدي ضويحي. قال اعطونا اللي معكم، الا زوجتي يا جماعه الخير تطلع الذهب من يدها والذهب برضو اللي كان على صدرها ونعطيهم اياه. وخدت يا جماعه الخير ولدي ضويحي وركبته الجمس وقلبي حرفيا قاعد يتقطع عليه. يقول هم طلعوا من وراي وعشقت الجمس ريوس وطلعت من نفس ذاك المكان ورجعت يا جماعه الخير للقريه اللي كنت ساكن فيها. واروح هناك في دكتور هناك معروف انه يعالج، والدكتور هذا دكتور شعبي لان ما عندنا مستشفيات في ذيك الايام او بالاخص المستشفيات بعيدة بشكل كبير. يقول المهم واقطع ما يقارب يا جماعة الخير المسافة اللي انا قطعتها لين دخلت قريتي لين بيت الرجال هذا وطقيت عليه الباب لين فتح الباب وقلت له اسمع ولدي ضويحي فيه طلقة في يده وابغاك تعالجه. قال ابشر ويدخله يا جماعة الخير وينظف جرحه وينظف كل شيء. المهم وقف النزيف اللي قاعد يطلع من يده وقال لي باذن الله 4 ايام 5 ايام راح افحصه من جديد واتاكد أكد لكم من حالته وإن شاء الله أنه موره زينة لا تشيلون هم. قلت له بإذن الله يا دكتور. يقول المهم قعدنا عند الرجال هذا أبو ساعة أو ساعتين لين ضبط ولدي ولف على يده وخيط يا جماعة الخير الجرح اللي موجود في يده بعد ما شال الرصاصة. خدت ولدي ضويحي ونورة زوجتي حرفيا مرتاعة ورحت لبيتنا من جديد وكانت الساعة على 4 الفجر. يقول ووقف وطفي السيارة ونزل ولدي ونزل زوجتي وندخل جوا. المهم حطيت راسي ونمت وقمت يا جماعة الخير وأنا مقهور وفيني نار ما راح تطفى نهائيا لأني يا جماعة الخير شفت زوجتي وشفت ولدي مصاب. المهم بعد ما قمت قامت زوجتي وخدت ضويحي ولدي وصرت اشوفه واسمي عليه واقرا عليه. يقول لين خف وهدى وصرت اراجع الدكتور. في 5 يوم قال لي الدكتور ترى امور ولدك ضويحي ممتازه ولكن للاسف يا هزاع ممكن يصير ما عاد يقدر يتحكم بيده لانها ضربت اتوقع في احد الاعصاب او احد الاوتار في يده. والدكتور سالني برضه قال هزاع الطلقه هذه كيف جت في يده؟ هل هو ماسك يده وطالق فيها ولا شلون؟ قلت له اسمع هو طلق طلقه طايشه وضربت في يد ولدي ضويحي ولكن لعل الامر
فيه خير. المهم يا جماعة الخير، بعد ما تأكدت أن ولدي ضويحي بصحة وعافية وأموره زينة، ولكن اللي عرفته أنه في المستقبل يا جماعة الخير ما عاد راح يقدر يستخدم يده اليمين. يقول هزاع كل ما شفت ولدي ضويحي قاعد يناظر في يده ولا يحس بألمها، والله أنه كان يوجعني قلبي عليها بشكل ما تتوقعونه. يقول هزاع الموضوع هذا انتشر في قريتنا، إن هزاع تعرض لقطاعين طرق وطلقوا على يد ولده. يقول ذاك اليوم أنا طالع من المسجد إلا جاني خويي القديم اللي هو ضاري، قال لي مرحبا يا هزاع، كيف حالك؟ طيب وش صار عليك؟ وصرت أقول له السالفة ولي صار معاي حرفيا بالضبط. إلا شوي ضاري قال لي آخ يا هزاع، والله ياهم قاهريني بشكل ما تتوقع، ضويحي خوينا وقتلوه والحين يبغون يضرون ضويحي ولدك. قلت له إيه الله يرحم ضويحي، والله يغفر له ويرحمه وبإذن الله يا ضاري، وبيجي من اللي ياخذ حقه. قال لي ضاري بإذن الله. إلا ضاري يقول لي أبد يا هزاع، لا بغيت شيء ولاش تعال لي عند بيتنا تراني موجود وراح أخدمك باللي أقدر عليه. قلت له بإذن الله على خير. يقول هزاع تولدت في راسي فكرة، وكنت خايف إن هذه الفكرة تتولد في راسي، اللي هي جماعة الخير فكرة الانتقام. ذا المرة ما راح انتقم لولدي بس، ذا المرة راح انتقم لرفيق عمري برضه ضويحي. يقول المهم في اليوم الثاني امسكت معاي الا اروح وانتقم واخذ حق ولدي وحق خويي ضويحي. يقول قلت لزوجتي نورة اركبي معاي وجيبي ضويحي معنا. قالت لي ليه وين بنروح؟ قلت لها اركبي وراح تعرفين كل شيء. المهم واشغل الجمس حق ابويا جماعة خير واطلع لين عند بيت اهل نورة. قلت لها اسمعي يا نورة، انزلي الحين عند اهلك ولكن ركزي معاي زين، عدي اسبوعين لما جيتك صلي علي صلاة الميت. يقول إلا نورة زوجتي تقول لي هزاع وش قاعد تقول أنت؟ وش صلاة الميت؟ ليه وين ناوي تروح؟ قلت لها اسمع يا نورة، أنا رجال ما راح أقول لك أي شيء، ولكن اللي بقوله لك أني رجال ما يخلي حقه وحقي والله العظيم ما يروح. انزلي الآن لهلك ولا تقولي لهم شيء، ولكن مثل ما قلت لك لا مر أسبوعين من الآن صلي علي يا نورة صلاة الميت تعرفي أني مت أو صار لي شيء. قالت لي نورة احفظك ربي يا هزاع، ونزلت من السيارة هي ولدي ضويحي ودخلوا بيت حرفيا أهلهم. يقول وأطلع بالجمس ومر ضاري. قلت له ضاري اسمع ابي منك خدمه. قال لي وش بغيت يا هزاع؟ قلت له ابي رشاش. قال لي تبي رشاش ليه؟ وش تبي فيه؟ قلت له عطني رشاش وما يصير خاطر كله طيب، ودين خوينا ضويحي والله ما خلي. الا قال لي ضاري اسمع يا هزاع، انت ايش راح تسوي؟ براسك شيء راح تسويه؟ قلت له باذن الله بعلمك كل شيء، ولكن ابغى الان رشاش، معاك رشاش ولا لا؟ شوي. الا ضاري قال لي لحظات شوي. دخل جوا يا جماعه الخير وجاب الرشاش وجاب معاه مشطين زياده. قال لي امسك يا هزاع واعتبر ان هذه اللي اعطيتك اياه حق الاخوه وفالك التوفيق يا هزاع. قلت له اسمع يا ضاري، زوجتي ولدي ضويحي عند اهلهم وقلت لهم اسبوعين لو ما جيت صلوا علي صلاة الميت، ابغاك تنتبه لهم وتحط عينك عليهم وتقضي لهم امورهم لين ارجع باذن الله. قال لي ابد لا تشيل هم، وكل الله امرك وان شاء الله امورك زينه. يقول يا جماعه الخير هزاع واطلع من القريه حقتنا وامسك الطريق العام. المهم يا جماعة الخير، يقول طلعت على الطريق ومسكت الطريق اللي أنا قد مسكته مع زوجتي نورة وضويحي، وكان ذاك الوقت على الساعة يا جماعة الخير 6-7 المغرب. يقول وأكمل طريقي حرفيا لين وصلت للنقطة اللي كانت فيها محطة البنزين اللي صارت فيها حادثة حرفيا قطاع الطرق. يقول هزاع وقفت على جنب وحطيت الرشاش على المرتبة وطفيت السيارة أنتظر الجمس البهبهاني هذاك يمر من جديد. المهم وصير أراقب يا جماعة الخير المحطة هذه وشوف العوائل اللي قاعدة تمر وتعبي بنزين يا جماعة خير من المحطة وتطلع، ولكن الشيء الغريب اني ما شفت راعي الجمس البهبهاني يمر هناك. قلت في نفسي هل من الممكن مروره في ذاك اليوم كان مرور صدفة؟ يقول هزاع المهم سكت وصرت اناظر المحطة وكنت اتابع اللي قاعد يروح واللي قاعد يرجع. مرت الساعات لين جت على الساعة واحدة الليل، قلت هذا الوقت اللي مروا فيه قطاع الطرق قبل يوم كانت معاي زوجتي نورة. المهم قعدت اراقبهم يا جماعة الخير ما حد مر، فقلت ممكن يجون بكرة او بعد بكرة، انا جالس لهم في هذه المحطة لين اتقابل انا وياهم وجه بوجه. يقول هزاع وانا جالس في المحطة وقاعد في السيارة وقاعد اناظر الا جاي جماعة الخير شخص يطق القزازة طق 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 طق، وافتح الباب له قلت له مرحبا. الا هو يا جماعة الخير شخص واضح انه في عمر 65 او 66 سنة. قال لي يا ولدي كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. قلت له يا مرحبا ومسهلا، امرني وش بغيت؟ قال الله يسلمك، سيارتي عالقة ورا المحطة، اني دخلت في غراز وعلقت سيارتي بالكامل، بما انك انت معاك جمس ابغاك تسحب سيارتي من هنا. قلت له زين ابشر الحين جاي. قال لي خلاص تعال ورا المحطة. المهم قفلت الباب شوي جماعة الخير قعدت اتذكر، قلت اقول لا يكون هذه حركات قطاع الطرق
يبغون يجيبوني ورا وينفردون فيني حرفيا وياخذون كل ما عندي. الصدق ما عاد صرت اضمن احد نهائيا، ولكن وجه الرجال هذاك حرفيا كان مريح شوي، وحسيت انه صدق انه في حاجه. بعدين قلت رجال عمره 66 سنه او 65 سنه في اخر عمره قاعد يسوي حركات حرفيا قطاع الطرق هذه مستحيل انها تطلع منه. يقول هزاع والله واشغل الجمس واطلع من قدام المحطه واروح من ورا، الا صدق احصل الرجال يمشي على رجوله. قلت له اركب اركب يا عم. قال لي لا لا السياره قريبه هنا. قلت له لا اركب معي ابغاك. قال لي الله يجزاك خير. وصدق يا جماعه الخير ويركب معي على الباب ويقفل الباب، الا يشوف يا جماعه الخير الرشاش موجود جنب فخذي. بعدين قال لي يا ولدي وش فيك عسى ماشر معاك رشاش في المنطقه هذه، انت وش ناوي عليه؟ قلت له والله يا عم اني ماخذ ذا السلاح عشان احمي فيه نفسي، مثل ما انت عارف قطاعين الطرق منتشرين ذا الايام في كل مكان، لو اعترضني شخص منه ولا منه الا انا ادافع عن نفسي واذبحه فيه. اللي الرجال يا جماعه الخير اللي جنبي قال لي انت وش اسمك؟ قلت له انا هزاع بن فلان بن فلان الفلاني. اللي ناظر فيني قال انت هزاع ولد ابو هزاع؟ قلت له اي نعم. قال لي ونعم وسبعه انعام فيك وفي ابوك، انا اشهد ان ابوك رجال وانه ما قصر معاي، وسبحان الله اللي دارت الدنيا وخلاني اقابلك يا هزاع. قلت له من معي يا عم؟ ما عرفتك. قال اسمع يا هزاع، قال لي انا زميل لابوك من ايام زمان، فسأل ابوك اول عن شخص اسمه ابراهيم، قل له ابراهيم اللي كان معاك يروح يرعى الغنم ويرجع، بعدها انقطعنا بعد ما خذانا ابوي وخالي المنطقه تبعد عنكم حرفيا ما يقارب 800 كيلو، وسبحان الله اللي جمعنا في هذه المنطقه. يقول هزاع بعد ما سمعت الكلام هذا قلت ما ادري هل هو صادق ولا كاذب، لان كل الكلام اللي قاعد يقوله كلام عام يقدر اي شخص يقوله. يعني لو انا سالني احد من انت بقول اسامه بن فلان بن فلان الفلاني، بيقول لي اوه انت ابوك كذا، انا اصلا قايل اسم ابوي. يعني اشياء بديهيه اللي قاعده تصير. قلت له يا عم ابوي وانت قابلت فيه معاه؟ قال لي ابوك عرفته حرفيا عن طريق عمك فلان، يوم قال اسم عمي انا ارتحت للرجال، عرفت انه صدق يعرف ابوي زين. المهم سكتنا يا جماعه الخير وكملنا طريقنا، وصدق حصلت موتره يا جماعه الخير صدق عالق في البر ويحتاج اني اسحبه، وكان معاه يا جماعه الخير زوجته وولده. اول ما شافوني حرفيا استانسوا. قلت له يا عم اركب سيارتك بس وخلك في سيارتك. يقول هزاع عشقت الجمس ريوس وفتحت الباب اللي ورا وطلع الحبل الكبير القديم يا جماعه الخير. يقول واربطه في سيارته واربطه في الجمس. يقول وادعس للجمس حرفيا لين طلعته من مكانه. اول ما طلعته الا الرجال صار يكبس لي. وقفت يا جماعه الخير في البر باقي ما طلعت على الطريق العام. وقفني وقال لي اسمع مساعدتك ذي والله اني ما اتركها. قال لازم تمر علي في قريتنا. قلت له يا عم ابراهيم قريتكم انتوا بعيده، وانت قلت لي قبل شوي انها 800 كيلو. قال لي هذه قريتي انا اللي انقلت فيها واللي عشت فيها حياتي قبل، ولكن الان انا عايش هنا ورا المحطه، منطقه تبعد ما يقارب على المحطه ما يقارب 15 كيلو. المهم وقال لي اسم هذه المنطقه. بعدها قال لي اسمع يا هزاع انت واحد مثل عيالي، وانا احس ان عندك بلا تبغى تسويه هنا، يا ليت انك تجيني في اقرب وقت. فانت اعطيتني الوعد انك راح تجيني، واتمنى انك ما تخيب ظني. قلت له ابشر يا عم ابراهيم وان شاء الله الامور زينه. المهم قال لي احفظك ربي ومع السلامه. المهم يا جماعة الخير بعد ما راح الرجال هذا انا رجعت للمحطة لنفس عملي القديم، وصرت اراقب المكان لين جت الساعة ما يقارب 4-5 الفجر، خلاص بتطلع الشمس. طلعت من مكاني وانا تعبان، قلت ليه ما مر العم ابراهيم واسلم عليه واجلس عنده وانام، وبعد ما اريح اعرف هو وش يبغى مني في اليوم الثاني. وصدق يا جماعة الخير طلعت من ورا المحطة يمين ورحت سيدة لين المنطقة اللي حددها لي، وكان معطيني الوصف بالضبط اللي فيه بيته، واصلا ما كانت القرية كبيرة، القرية كانت ما فيها ما يقارب 18 و17 بيت، يعني انك تحصل البيت راح تحصله باكمل وجه حرفيا ممكن. يقول والله وادخل ذا القريه ووصل لين عند بيت العم ابراهيم. يقول وقف عند باب بيته واطق عليه الباب، طق 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 طق، الا في شخص جوا يقول مين؟ وكان صوته يا جماعه الخير شخص في عمر ال 24 او ال 28 سنه. قلت له انا هزاع ابغى العم ابراهيم. الا يفتح الباب ويناظرني قال هزاع من انت؟ قلت له انا رجال ابوك يعرفني زين، كلمه لي ابغى اتقابل انا وياه. الا شوي قال اسمع يا هزاع ابوي ترى ما هو براعي، اقلط عندنا في المجلس الان وخله لين يقوم وبتقابله. قلت له ابد جزاك الله خير. يقول هزاع اول ما دخلت مجلسهم حرفيا صار يراودني النوم، صرت اقلب راسي ويمين ويسار وانتظر العم ابراهيم يجي. بين انتظاري للعم ابراهيم حرفيا ادركني النوم وسهيت شوي وغفيت. يقول لحظات بسيطه هل العم ابراهيم داف في الباب، سلام عليكم يا هزاع. اللي وافز من نومتي واقول له يا مرحبا هلا بالعم ابراهيم. قال لي اسف اني تاخرت عليك، ولكن رحت اجيب اغراض الفطور عشان نفطر انا وياك، وتراني طليت عليك
في المرة الأولى وحصلتك نايم ولا أنت لمي، قلت خلني أروح أجيب أغراض الفطور ونرجع نفطر سوا أنا وياك. قلت له ليه كم الساعة الآن؟ قال الله يسلمك صار لك 3 ساعات نايم، ولكن الحمد لله انخذت راحتك من النوم هذا عشان أقدر أعرف كل شيء منك. قلت له الله يعطيك العافية يا عم إبراهيم، ولكن يا عم إبراهيم كلفت على نفسك. قال أبد مهنا كلافة وأبوك خيره سابق علي. صدق يا جماعة خير لجو عياله فرشوا السفرة وضبطوا الفطور لنا وطلعوا، وصرت أنا والعم إبراهيم موجودين في هذا المجلس. قال لي العم إبراهيم وش عندك يا هزاه؟ وليه واقف ذاك اليوم في المحطة ومعاك رشاش؟ أنا يا عم صار لي موقف، والموقف هذا مستحيل أنساه. قبل ما يقارب عم سنوات كثيرة كان عندي خوي أعز عليه بشكل غير طبيعي، باليوم الثاني أعلنوا وفاته إنه مات من قطاعين الطرق. المهم صليت عليه ودعيت له بالمغفرة. مرت الأيام وتزوجت، وبعد 8 سنوات ربي رزقني بولد سميته على رفيقي اللي هو ضويحي. وبعدها يا عم في يوم من الأيام خططت إني أسافر أنا وزوجتي نورة ومعنا ولدي ضويحي، وكان ولدي ضويحي بعمر 3 سنين. المهم إن أبوي سلحني وعطاني السلاح وعطاني كل شيء وقال لي رح يا هزاع وامسك طريقك وفالك التوفيق والله يحفظ. في الروحة يا عم وقفت عند المحطة اللي انت شفتني عندها، الا مر علي جمس بهبهاني قديم وكان لونه احمر يا عم، وناظر فيني كذا نظرة وتعديته. بعد ما تعديته قلت لزوجتي حطي الغطرة على راسي عشان يعتقدون انها رجال معاي ويحاولون يتحاشوني، ولكن اتوقع يا عم انهم كانوا مثبتيني من عند المحطة وانا ماسك الطريق الا ويلحقون وراي يا عم ويحاولون يوقفوني. بعدها جاء الجمس في وجهي من قدام وصار يهدي سيارته لين وقفت سيارتي. بعدها طلعت يا عم على الطريق الترابي وعلقت سيارتي في الطريق الترابي هذا، وجاء الرجال هذا وصدمني. قال لي العم ابراهيم وش صار بعدها؟ قلت بعلمك وش صار. المهم يا عم نزلت وانا اصلا كنت راميهم قبل بالسلاح، عشان كذا كان تعاملهم معي عنيف. فاول ما نزلت الله يسلمك اللي قالوا لي يا عم هات ما عندك ومن اغراضك ومن ممتلكاتك. قلت لهم اني ما املك شيء. لحظات اللي رفع السلاح علي وصاحت مرتي نوره ومعها انطلق ضويحي في البر يا عم، فراحت زوجتي نوره تلحقه، والرجال هذا طلق طلقة طائشة وصابت ولدي ضويحي. إلا العم هذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وين جت الطلقة فيه؟ قلت إن الطلقة جت في يده والحمد لله إني لحقت عليه، ولكن يا عم قال لي الدكتور إن يده ما عاد تتحرك وراح تبقى حرفيا الإصابة هذه مستديمة، وعشان كذا أنا يا عم واقف عند المحطة أنتظر راعي الجمس هذا يجي، لو جاء وحصلته والله ما خليه إني لاخذ حق خويي ضويحي وولدي. إلا قال لي يا جماعة الخير العم إبراهيم، إلا قال لي الرجال هذا كم التاريخ اليوم؟ قلت له التاريخ اليوم 17 يا عم. قال القمر كامل ولا مو بكامل؟ قلت له نعم القمر كامل يا عم إبراهيم. قال لي قطاع الطرق ما يطلعون والقمر كامل، تعال بعد اسبوع من الان وراح تحصلهم في المحطات وتحصلهم في كل مكان. انت متاكد يا عم؟ قال متاكد ولا تشيل هم، ولكن انا والله اني اخاف عليه لان هذول ناس ما يخافون الله، ويا كذا شخص حرفيا اعترضوه ووقفوه وانهبوه وخذوا كل شيء منه. بعدين قال لي اسمع لو احتجت انك تنام عندنا يا هالزعف خليك عندنا، والمكان مكانك في اي وقت انت تبغاه. قلت له الله يعطيك العافيه يا عم ابراهيم وما قصرت وشاكر لوقفتك هذه معي. بعدين عم إبراهيم يا جماعة الخير طلع لي مفتاح وقال هذه مفتاح أحد الغرف اللي موجودة هنا على جنب، والغرفة هذه لي في أي وقت تعال وقف سيارتك وادخل ونام. قلت له الله يجزاك خير، واخذ يا جماعة الخير المفتاح هذا واطلع من قريتهم بعد ما أكلت من عندهم. طبعا الوقت نهار وما في شيء حرفيا أسويه. قلت لنفسي بما اني جالس هنا واحتاج 6 ايام عشان القمر يختفي، ليه ما ارجع لقريتي واجلس عند اهلي شوي لين تخلص ال6 ايام هذه وبعدها ارجع للمكان نفسه. طبعا تسالوني اسامه وسالفه القمر وش الفرق لما يكون القمر كامل او القمر ناقص؟ جماعه الخير اذا كان القمر كامل قطعين الطرق ما يبغون يجون على الطريق لانهم راح يكونون باينين، اما اذا كان القمر ناقص في الليله راح تكون عتمه. يقول هزاع المهم قلت خلني ارجع افضل لي واشوف اهلي واجلس معهم. يقول والله وحرك للجمس اطلع على القريه اللي انا ساكن فيها، والقريه تبعد على المحطه ما يقارب 260 270 كيلو. المجمعة خير وصلت القريه حقتنا وادخل واروح لبيتنا واسلم على ابوي واسلم على امي. سالني ابوي قال وينك مختفي؟ قلت والله اني سهران عند واحد من الشباب عشان كذا حرفيا اختفيت من عندكم. قال ايه لاني استغربت ان زوجتك ما هي موجوده في البيت. قلت لي زوجتي حاطها في بيت اهلها والحين بروح اسلم عليها واشوف وش اوضاعها. وصدق يا جماعه الخير بعد ما سلمت على ابوي وامي طلعت من بيتنا ورحت البيت حرفيا اللي يسكنون فيه اهل زوجتي، ادخل واسلم عليهم واسلم على زوجتي الا اشوف ولدي ضويحي قدامي. المهم سوى حركه يا جماعه الخير بريئه وقلت يا ليتني ما رجعت. رفع يديه الثنتين ضويحي قدامي وصار يا جماعه الخير يحرك يده اليسار ويده اليمين واقفه محلها، فعرفت ان يده حرفيا صابها الشلل وصار ما عاد يقدر يتحكم فيها.
والشلل هذا ممسوك من عند المرفق اللي موجود في اليد. المهم اللي زوجتي تسألني وقالت لي وش سويت يا هزاع؟ قلت لها والله ما سويت شيء، ولكن بعد 6 ايام راح ارجع للطريق اللي انا كنت سالكه. خليك عند اهلك ولا تقولين لهم شيء، انا بمر رفيق ضاري وبجلس عنده ذا الايام كلها وان شاء الله ان الامور بتزين. قالت لي ابد حفظك ربي. يقول هزاع طلعت من بيت زوجتي ومريت ضاري. مرحبا ضاري، كيف حالك؟ طيب. هلا والله هزاع، بشر وش صار؟ قلت له والله ما صار شيء، ولكن بعد 6 ايام برجع لنفس الطريق اللي انا سلكته. بعدين قال لي ضاري ليه رجعت طيب يا هزاع؟ المهم علمته السالفه ان قطاع الطرق يجون في الاوقات اللي القمر يكون فيها مختفي. شوي قال لي اي والله انك صادق يا هزاع، تذكر ضويحي خوينا ترى ما تتوقع في تاريخ 25 او 27 من نهايه الشهر، وصدق كان القمر فيها مختفي، فتوقع هذا الوقت اللي يطلعون فيه. بعدين قلت له باذن الله يا ضاري اني اطيح عليهم. المهم يا جماعه الخير مر اليوم الاول واليوم الثاني لين جاء اليوم الموعود اللي برجع واتحرك فيه للمحطه نفسها، اليوم اللي يكون فيه القمر حرفيا مختفي بشكل كامل وتكون الليله فيه عتمه. يقول المهم في ذاك اليوم مريت ضاري وقلت له، قلت له ضاري انا راجع من جديد لطريقي. قال لي ضاري اسمع يا هزاع، وش رايك اخاويك؟ قلت له ها؟ خاويني؟ قلت اخاف يصير لك شيء يا ضاري. قال لا ان شاء الله ما راح يصير لي شيء. قلت له ضاري لو صار لك شيء ترى مالي دخل، ترى الروحه اللي راح اروح لها ممكن تكون روحه بلا رده. والله يا ضاري اني بخاف اني اخذك معي واخاف ان الضرر يلحق. قال لي يا رجال لا تشيل هم، خلني اروح معاك بس اجيب اغراضي واطلع انا وياك واعاونك عليهم وباذن الله الامور زينه. يقول هزاع دخل ضاري جوا جاب اغراضه وعود ركب معاي. قال لي يلا مشينا، وانا قاعد امشي قاعد افكر في عقلي واقول يا الله تخيل برضو اني افقد خويي ضاري بعد، ولا تخيل ان الروح اثنيننا كلنا ميتين، على الاقل خساره الواحد ولا خساره الاثنين. نظرت فيه قلت له ضاري معليش انزل. قال لي ليه هزاع؟ قلت له معليش يا ضاري انزل. قال لي طيب لو صار لك شيء ولاش من يعاونك؟ قلت له باذن الله بيعاونني ربي، ولكن انت انزل الحين لاني والله العظيم اني خايف عليك. قال لي اسمع، وين المحطه اللي انت دائما تجلس عندها وتبغى تكون تراقبها؟ انا بعد يومين او 3 ايام راح امر من عند ذيك المحطه وراح اسمع الاخبار اللي صارت هناك. المهم يا جماعه الخير حددت له المحطه اللي راح اطلع لها الان. قلت له المحطه موجوده في المكان هذاك، واذا ما حصلتني فيها شف في قريه فلانيه ورا المحطه تبعد ما يقارب 10 كيلو واسال عن العم ابراهيم. المهم عطيته اسم ابراهيم كامل. قال لي خلاص زين وفقك ربي يا هزاع، وقفل باب الجمس يا جماعه الخير وطلعت انا على الطريق من جديد. بعد ما يقارب 3 ساعات او 3 ساعات ونص وصلت عند نفس المحطة اللي كنت انا متواجد عندها قبل. وصلت هناك على الساعة 6 المغرب، وقفت الجمس حقي في نفس الوقفة المعتادة وطفيته وقعدت اناظر حرفيا الرايح والجاي انتظر بس يجي البهبهاني الاحمر للمحطة هذه من جديد. المهم يوم جت الساعة 12 الليل كانت في عائلة كبيرة توها داخل المحطة وقفت عشان تعبي بنزين. يقول لحظات الا مر يا جماعة الخير الجمس الاحمر. مر الجمس اللي صارت بيني وبينها المشكلة. يقول أول ما شفته سوى الحركة المعتادة حقته اللي يفر ويناظر العائلة كاملة اللي موجودة عند المحطة. وبيني وبينكم العائلة ما هي عائلة بسيطة، مكونة ممكن من رجالين ما يقارب 6 بنات و4 عيال صغار، عددهم كبير. لو هذول اعترضوهم وش راح يسوون فيهم؟ يقول هزاع سحبت الرشاش من جنبي وعشقته وجهزته جنبي ورفعت جماعة الخير اللي هي القزازة حقة الجمس طق 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 لين ارتفعت فوق. يقول وشغل الجمس وأطلع من المحطة لين تعديت المحطة بشوي في المنطقة اللي كانوا موقفين عندها قبل يوم طلعوني على الطريق العام. يقول المهم رحت وقفت عندها وشوي قدام وعكست السيارة الجمس وخليتها وجه بوجه، والطريق حرفيا والله العظيم انه ظلمة ما تشوف اي شيء، لو ما معاك نور مستحيل تشوف نهائيا. يقول لحظات اللي اشوف قدامي الجمس البهبهاني اللي كان في المحطة يدور وكانوا راكبينه رجالين. يقول اطلعوا بنفس الاسلوب والتكنيك اللي كانوا يستخدمونه قبل. يقول وقفوا على الرادمية وطفوا سيارتهم وطفوا النور ينتظرون الآن العائلة هذه تمر عشان يهاجمونها ويسرقون كل شيء عندها. يقول هزاع جماعة خير لحظات إلا قاعد أناظر نور من بعيد، نور سيارة جمس كبيرة هي نفسها اللي كانت في المحطة وكانت فيها العائلة. يقول هزاع أنا فاتح الدريشة شوي وأبغى أنتظر تشغيلة الجمس البهبهاني، أول ما يشتغل راح أقابلهم وجه بوجه وأصدمهم. يقول لحظات يوم قربت السيارة للجمس البهبهاني شغل موتره، بعد شغل الاضاءات حقته اللي فوق والنور اللي قدام. يقول في اللحظه هذه انا شغلت سيارتي. يقول وعشق السياره بالاول. يقول وادعس للجمس واجيه وجه بوجه. يقول تو بيطلع على الطريق العام باقي ما زادت سرعته يعني. يقول واصدمه وجه بوجه. يقول طبعا السيارات القديمه سيارات حرفيا قريبه للسيارات المصفحه. يقول نفس الصدام اللي قدام يكون فيه نفس السيستم، يعني الصدمات هذه البسيطه ما تاثر فيه، ولكن انا كنت ابغى اعطلهم. يقول اول ما صدمته وجه بوجه لاحظت ان البهبهاني من
قوة الصدمة رجع ورا، يقول وأسحب الرشاش عليهم. هو قدامي يا جماعة الخير دا غريوس يبغى ينحاش، يقول صار صدام حق جمسة عالق في صدام سيارتي، وكلها يا جماعة الخير سيارات حديدية ضخمة، يقول عالق صدامة زاوية صدامة في زاوية صدامي، وقاعد يبغى ينحاش وصار موتري موقفة، يقول وأسحب الرشاش وصير أهددهم، قلت له انزل تسمعني أنت ولا ما تسمعني، انزل الآن. إلا خوية اللي على الباب يا جماعة الخير فتح الباب، إلا ألاحظ في راسه دم، فعرفت إنه من قوة الصدمة راسه صقع في القزازة اللي قدامه وعوض رجع. يقول اول ما جاء ينزل الا خويه اللي كان يسوق يقول له دعس بنزين بقوه يا جماعه الخير ودف سيارتي وانفك الصدام حقه من الصدام حقي، يقول طلع على الشارع العام انحاش طبعا، وخلى خويه عندي. الا خويه يناظر مصدوم وقال لي استهدي بالله والله ما كان عندنا شيء ولا كنا نبغى نسوي شيء، قلت له بعلمك كل شيء الان تعال. يقول حد الآن أنا ماني مركز في وجهه، ولكن قربت لم نور سيارتي اللي كان شغال، نظرت وجهه إلا هو يا جماعة الخير الشخص، يقول إلا هو صار الشخص مو اللي طلق على ولدي، لا يقول السواق اللي كان معاه، عرفت إن الشخص اللي معاي هو بس اللي سرقنا ومشى، واللي انحاش أتوقع هو اللي طلق على ولدي ضويحي. المهم قلت له جابك الله، شفته كيف جبتك الآن؟ قال لي أنا والله ما لي دخل. لا لك دخل، وبذكرك الحين أنت إيش سويت، أنت وأخوياك اللي طلقتوا على يد ولدي ضويحي، وعلى فكرة ترى يد ضويحي ولدي الآن مشلولة ولا يقدر يحركها، وجيت أنا اليوم والله لأخذ حقه. المهم قال لي والله ما لي دخل، تكفى أني طالبك ما لي دخل، والله مو بان اللي طالق على ولدك. قلت له تعال اطلع يسار شوي، خليته كذا يجلس على جنب، وقلت له تشهد وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال لي تكفى أني طالبك والله العظيم اني مالي دخل، واني ابتليت باخوياي وهم اللي دلوني على ذا الطريق. قلت له لا يرتفع صوتك وتشهد مثل ما نطقتك اياها قبل شوي، يلا تشهد. قال تكفى ما ابغى اموت والله العظيم اني توني صغير، توني بعمر 23 سنة، حرام ينتهي عمري باشياء ما تستاهل. يقول هالزاعف قلت له الا بالعكس ينتهي عمرك وانت حرامي حرفيا، وقاعد تنهب الناس وتروعهم، وهذه اجمل موتة لك. المهم الرجال اللي قدامي يا جماعة الخير صار يصيح صياح مو طبيعي، وصار يترجاني حرفيا بكلمات كثيرة، تكفى خلني والله العظيم اني وحيد ابوي، وان ابوي ما يدري في الشيء اللي قاعد اسويه. قلت له اسمع ما ينفعك الحين اي شيء، طاح الفاس في الراس، جاء الوقت اللي اكون فيها انا المحكمة والقاضي في نفس الوقت، وجاء الوقت اللي ارد فيه دين خويي وولدي ضويحي. يقول المهم مع كلامه الا اسحب الرشاش فوق وعشقه. قلت له اسمع بسرعة تشهد، خلني اخلص من ذا الموضوع الان، وخويك بلحقك بإذن الله للمقبرة. المهم الرجال اللي قدامي صار يا جماعة الخير تجي نوبات حرفيا هستيرية، يقول صار يندمج الضحك مع البكاء، وصارت حالته ترضى لها. وبيني وبينكم والله العظيم إن قلبي رحمه، ولكن تأكد إن بعد هذا الموقف ما عاد راح يرجع للشغلة هذه نهائيا. يقول رفعت الرشاش عليه أبغى خوفه، ولفيت الرشاش شوي يمين عنه وطلقت طلقة واحدة، إلا هو صار يا جماعة الخير مع الصوت صار يقول لا إله إلا الله، وصار يذكر ربه، بعدين فتح عيونه وناظر فيني وقال لي أنا الحين حي ولا ميت؟ أنت ذبحتني ولا باقي؟ صار يا جماعة الخير يناظر في ملابسه وجسمه، قال ما فيني طلقة ليكون روحي طلعت. فقلت له لا قم وقف أبغاك. قلت له أنا ما رميتك، والطلقة هذه كانت طلقة تخويف، قم اركب معاي السيارة أبغاك. قال لي وعد ما تذبحني، قلت ما راح أذبحك اركب معاي. قلت بمن الولد وصل للمرحلة هذه ممكن يعلمني على خويه اللي انحاش ويعلمني هو وين ساكن فيه. المهم ركب معاي الرجال هذا وقلت له وش اسمك؟ قال أنا اسمي عزام. قلت له كم عمرك يا عزام؟ قال توني في العشرينيات. قلت له طيب أنت من وين؟ وهلك يدرون بالشيء اللي قاعد تسويه؟ قال لا والله ما حد يدري، ولكن قسم بالله العظيم انها توبة، قلت بإذن الله انك تتوب وما عاد تسلك ذا الطريق مرة ثانية. بعدين قال لي هذا يا جماعة الخير اللي اسمه عزام، قال لي انت وش اسمك؟ قلت له انا اسمي ابو ضويحي، وكنت ما ابغى اقول له اسمي الاصلي لاني باقي ما اثق فيه. قال لي اسمع يا ابو ضويحي والله العظيم اني بقول لك شيء ممكن ما تصدقني. قلت له وشو يا عزام؟ انا قبل يومين حلمت حلم، والحلم هذا اتوقع انه تحقق، وبعد ما فسرته صار ان ربي راح يكتب لي حياة ثانية، واتوقع ان هدايتي صارت
على يدك. فعشان كذا يا ابو ضويحي انا راح ادلك على الرجال هذا اللي انت تلاحقه، بعلمك وين مكانه ومن اي القرى اللي موجود عندنا، وترى ابوه شيخ القريه اللي ساكنين فيها. قلت له من هو وش اسمه، وصار يا جماعه الخير عزام يعطيني اسمه، قال لي اسمه زياد بن فلان بن فلان بن فلان الفلاني، تراه ساكن في القريه هذه وابوه شيخهم. قلت له زين، يعني الان يمديني اوصل لابوه واخذ حقه من ابوه دام ابوه شيخ عندهم؟ قال لي باذن الله ان ابوه يعطيك حقه. المهم يوم شفت يا جماعه الخير الرجال صار هادي وكانه عقل وركد، وحسيت الرب يكتب له التوبه. قلت له وين بيتكم اوصلك؟ قال يا رجال نزلني في اي مكان وانا عايدي ارجع بيتنا مشي لو تبغى. قلت له لا دلني وين بيتكم وباذن الله اني بوصلك. وانا على الطريق سالته سؤال، قلت له اسمع يا عزام اسالك بالله، قد قتلت احد او ضريت احد غير السرقه؟ قال والله اني ما قد سرقت ولا قد سويت اي شيء، تواجدي معهم بس كان عباره عن زينه، وكل الفلوس اللي اكون مع زياد فيها هو اللي ياخذها، ما اقدر اقول له شيء ابد. قلت له زين، والحمد لله انك ما مديت يدك على الحرام، ولكن ترى مساعدتك له ترى تعتبر جريمه، ولكن الله يغفر لك على الاشياء اللي سويتها. المهم يقول يا جماعه الخير هزاع اخذت الرجال هذا ووصلته بيته، ونزلته لين القريه اللي هو ساكن فيها وطلعت من عندهم. بروح الان وين؟ بروح لابو زياد اللي يقولون عنه انه شيخ، وبخليه ياخذ حقي من ولده. يقول هزاع طلعت يا جماعه الخير على الطريق واتجهت حرفيا لقريتهم. يقول وادخل عليهم القريه واسال عن الشخص هذا اللي هو ابو زياد، لين دلوني على بيته، وصار بيته يا جماعه الخير اكبر بيت موجود في القريه. المهم وادخل عندهم في المجلس وصرت اناديه، الا هو جاي قال يا مرحبا ومسهلا، سم وامر وش بغيت؟ قلت له انا عندي حق عندك وابغى اخذه، وقالوا عنك انك انت شيخهم وتجيب حق اي شخص ظلم. قال لي امر وش بغيت وش عندك وانت مين وش اسمك وجاي من وين؟ يقول صرت اقول له اسمي، ولكن لاحظت من نظراته انه غير مرحب فيني. قال لي وش بغيت؟ قلت له ولدك زياد. قال لي وش فيه زياد؟ قلت له اطلق على ولدي نار، ولدي يصيب في يده وجاه الشلل، وعرفت ان ولدك زياد هو اللي طالق عليه. اللي يناظر فيني يا جماعه الخير ابو زياد وقال لي والله ما تخسي الا انت، تقول ان ولدي قطع عليكم الطريق وطلق على ولدك ضويحي؟ والله انك تخسي، روح مالك حق عندي. يقول هزاع انا ما بغيت افتعل المشاكل، وكلامه نرفزني بشكل كبير. يقول طلعت من المجلس حقه لين وصلت لسيارتي وشغلت سيارتي وطلعت من عندهم وطلعت برا القريه. المهم يا جماعة الخير طلعت من القرية حقتهم وانا الصدق مكسور خاطري، قلت ابوه قالوا انه شيخ وفي الاخير يطردني نفس كذا، وصار برضو يا جماعة الخير قاعد اسأل نفسي واقول هل الشيء اللي سويته انا سليم ولا غير سليم؟ ليه رحت قلت لابوه؟ ولكن كنت اقول برضو يمكن ابوه كان يقدر يساعدني. على كذا الموضوع صار اضخم واكبر من الشيء اللي انا كنت اعتقده قبل، اني اخذ حقي منهم وامشي هذه حرفيا راح تختلف شوي، لان الان لو صار لزياد ولده شيء راح على طول يعرف انه انا. المهم يا جماعة الخير كملت طريقي وانا بين هواجيس بين تفكير يمين وتفكير يسار، فقلت ليه ما مر على العم ابراهيم واجلس معاه، ممكن يكون عنده حل هذا الموضوع. واطلع يا جماعة الخير واتوجه الى قرية العم ابراهيم لين وصلت عند البيت عندهم، ولكن في ذاك الوقت كان الوقت شوي ليل، قلت خلني ادخل الغرفة اللي اعطاني اياها العم ابراهيم واذا قام الصبح اجلس واسولف معاه. وصدق يا جماعة الخير وقفت سيارتي ونزلت الغرفة وقعدت وريحت، ونمت لي كذا ابو 3 أو 4 ساعات وبعدها صحيت. يوم صحيت واطلع برا وطق الباب على بيت العم ابراهيم لين طلع لي ولده، وقلت له نادى ابوك ابغاه شوي. لحظات يا جماعه الخير للعم ابراهيم نازل، قلت له معليش يا عم ابغى استشيرك في بعض الاشياء اذا تسمح. قال لي سم وش بغيت؟ قلت له تعال خلنا نطلع سوا من عند الباب. المهم اطلع واقول له وش صار معاي من البدايه للنهايه، واني رحت لابو زياد وابو زياد ما اخذ حقي. بعدين قال لي العم ابراهيم من هو هذا زياد ومن هو ابوه؟ فعطيته اسم ابوه. الا العم ابراهيم يقول لي هزاع لو قايل لي من قبل والله ما خليك تروح له، الرجال هذا ردي ومستحيل حرفيا يساعدك باي شيء انت تبغاه. ولكن وش المشكله يا هزاع؟ الشيء اللي سويته الان انك انت رحت لابوه ورحت كلمته وابوه رفض يساعد، لو صار اي شيء لولده زياد راح يعرفونه انه انت، وانت يا هزاع والله ما انت فاضي مشاكل، ولدك ان شاء الله الرب بيعوضه باذن الله في المستقبل، واكسر الشر منهم وروح وخلهم، لانه لو جيت ولده زياد او ضريته كلهم بيجون لين قريتكم وبيقولون عطونا هزاع نبغى ناخذ حقنا من هزاع. بنت اقعد فكر مع نفسك وشوف وضعك زين وسوي الشيء حرفيا اللي ما يسبب لك ضرر في المستقبل. قلت له زين يا عم ابراهيم انا باذن الله 5 ساعات 6 ساعات وبعلمك وش الراي اللي راح يطلع معاي وبعطيك الكلمه الاخيره اللي راح اسويها. المهم يا جماعه الخير صرت افكر بيني وبين نفسي واقول الحين لو جيت او ذبحت او صار له شيء كلهم بيروحون ويجون لين قريتي وبسبب مشاكل قريتي، واذا كنت برضو متخبي داخل قريتنا راح يطلعوني وياخذون حرفيا اللي يبغونه. واستمر هذا التفكير لمده 3 أو 4 ساعات، قلت في بالي والله لاخذ حقي ويصير لي يصير.
وصدق يا جماعة الخير، نويت في نفسي اني اخذ حقي وانتقم من زياد اللي سبب الضرر لولدي ضويحي. يقول واطلع برا واقفل الباب حق بيت العم ابراهيم واحط المفتاح جنب الباب، لاني خلاص راح اروح روحه بلا ردة، واشغل الجمس يا جماعة الخير واطلع على الطريق العام. ومشيت لين وصلت للقرية حقتهم، وقفت قريب عند القرية اتصيد لزياد يطلع بالجمس البهبهاني حقه. يقول الصدق السيارات اللي قاعدة تطلع من قريتهم مرة سيارات بسيطة تنعد على اصابع، وصرت اراقب السيارة اللي رايحة واللي راجعة. يقول هزاع على اخر الليل الساعة 11، يقول لا اشوف الجمس البهبهاني جاي من بعيد. يقول والجمس البهبهاني معروف من نوره، يعني مستحيل انك ما تثبته. يقول له طالع من قريتهم وبيقطع جماعة خير ما يقارب 6 كيلو مسافة برية، وبعده بيكون على الطريق العام. يقول هزاع يوم شفته جاي صرت امشي وراه والرجال ما انتبه لي، لانه يعتقد ان اي سيارة طالعة من قريتهم. يقول صرت امشي وراه لين قطعنا حرفيا عن قريتهم ما يقارب 3 كيلو. يقول لا اصير اكبس له بالنور حق السيارة حقتي، اكبس له ما وقف، وصار يزيد سرعته. مع زيادة سرعته أنا صرت أزود سرعتي. يقول وحاولت إني أقرب من عنده عشان أوقفه. يقول الرجال مو راضي يوقف نهائيا، يقول مهم أسرع وهو يسرع لين جت منطقة، والمنطقة هذه مخصصة حرفيا للتراب الناعم، معروف عن التراب الناعم إنه يضعف عزم السيارة. يقول كنا ماشيين ما يقارب كذا 80-90. يقول لأجي من ورا وأزود سرعتي أول ما دخلنا على التراب الناعم، وكانت كفراتها برضو كفرات سخيفة شوي، بعكس سيارتي كانت كفراتها شوي عريضة. يقول أجي من على جنب من ورم السيارة وألف يمين، وأصدم يا جماعة الخير إلا الجمس البهبهاني حقه صار يتقلب يا جماعة الخير. يقول أول ما شفت الجمس انقلب على جنبه يا جماعة الخير، ووقف الجمس حقي وأسحب الرشاش معاي وانزل عليه. أول ما نزلت إلا أسمع شخص يصارخ في السيارة قدام، والصدق الموقف هذاك مستحيل أنساه أبد في حياتي. خذت الرشاش يا جماعة الخير وعشقته ونزلت عليه، وأسمع صياحة حرفيا من بعيد. يقول مع صياحة إلا أرفع سلاحي على سيارته وصير أطلق يا جماعة الخير من جهة التندة، لأن السيارة كانت على جنب. يقول وصير أطلق من عند جهة التندة طق 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 طق، يقول عفت السيارة تعفيط بالسلاح لين اختفى صوته واختفى صياحة. وأجي أناظر من قدام إلا يا جماعة الخير حصل زياد في أحد الرصاصات أصابته ومات. وصرت أفكر تفكير سريع، قلت الآن يا هزاع وش راح تسوي؟ وش الطريقة اللي راح تسويها عشان تخارج نفسك؟ قلت مالي إلا حل واحد، والحل الواحد هذا هو اللي راح يضبط معاي، اللي هو وشو يا جماعة الخير؟ عرفتوا الخاتم الزواج حقي؟ الخاتم اللي يصير بين الزوج وزوجته. أخذت الخاتم حقي وفكيته ولبسته يا جماعة الخير زياد، بعلمكم ليه سويت هذا بعدين. وبعدها يا جماعة الخير وقفت سيارتي جنبه وجبت جراكل البنزين اللي أنا دائما أحطها سبير ورا، وخذتها ورشيتها على السيارة وولعت في السيارتين، سيارتي وسيارة الجمس البهبهاني نار. ومع توليعة هذه النار حرفيا طفت النار اللي كانت جواي، واطلع من ذاك المكان وكان باقي على الطريق العام ما يقارب 1.5 كيلو، ولكن كنت اشوفه من قدامي والنار من وراي مولعة وهايجة. فحاولت يا جماعة الخير اسرع في خطواتي لين وصلت للطريق العام، وطلعت يا جماعة الخير على الطريق الثاني اللي راح يوديني عكس وراح يرجعني على ديرة العم ابراهيم. المهم صرت اشر يا جماعة الخير بالطقاق، احد وقف لي. بعد مرور يمكن ساعة ونص إلا وقف لي واحد وخذاني معه، قلت له أبغاك توصلني قدام، وكان المشوار هذا يحتاج بالسيارة ما يقارب 40 دقيقة إلى 50 دقيقة. يقول المهم الله يجزاه خير وصلني لين الديرة اللي ساكن فيها العم إبراهيم، ونزلت مباشرة ورحت على طول وتوجهت البيت. يقول هزاع أنا أصلا ما أدري ليه رايح له. يقول ولكن ما أبغى أروح لقريتي، لأن تواجدي في قريتي راح يكون تواجد خطر، بالأفضل إني أقعد عند العم إبراهيم لين تزين أموري. يقول هزاع يا جماعة الخير وصلت عند بيت العم إبراهيم، وقفت وحطيت راسي ونمت. أول ما صحيت رحت وطقيت الباب على العم إبراهيم. مرحبا عم إبراهيم، كيف حالك؟ طيب؟ قال يا مرحبا ومسهلا، أخيرا رجعت يا هزاع، لأني شفتك حاط المفتاح جنب الباب، فقلت ممكن إن الرجال ناسيه، ولكن بما إنك جيتني الحمد لله إنك بخير. بشر وصار معاك وليه ما رجعت لديرة؟ قلت له والله يا عم إبراهيم إني أمس قابلت الرجال وصدمته وذبحته في سيارته وخليت سيارته جنبي وولعت فيهم نار ولبسته خاتم زواجي. إني طالبك يا العم إبراهيم إنك تروح لنفس الديرة هذه وتتأكد من الموقف كامل وتثبت موقف، إذا عرفوا راعي الخاتم معناهم راح يعتقدون هزاع مات. اللي ينظر فيني العم إبراهيم قال هزاع ما تلاحظ الشيء اللي سويته شوي خطير؟ والرجال هل أنت خليته في سيارته ولا سحبته لسيارتك؟ قلت له الرجال خليته بين سيارتي وسيارته عشان يحصلونه على طول. قال لي العم إبراهيم إن شاء الله يا هزاع إني أقدر أساعدك، ولكن ما أضمن لك، ولكن أقول إن شاء الله إني أقدر أساعدك. طلع جماعة الخير العم إبراهيم واختفى ما يقارب 6 و7 ساعات.
ساعات. بعد 7 ساعات إلا هو داف الباب علي وداخل علي الغرفة، قال لي: هزاع، تراهم كانوا يدورون عنك وعرفوا إنك أنت أصل اللي معترضه وقاتله. قال أبوه: لأن في واحد جاني قبل فترة اسمه هزاع وجاي يشتكي لي من ولدي زياد، ولكني اعتذرت منه ومشيته. قلت له: طيب وبعد وش صار يا عم إبراهيم؟ يقول: المهم راح يشوفون السيارات المحترقة لأن نارها كانت قابعة في المدينة كلها. قل يوم قربوا وحصلوا رجال ميت بين السيارتين وبرضه جثته محترقة، ويقولون إن الشخص هذا المحترق إنه مو ولدهم زياد وبسبب الخاتم اللي كان موجود على يده، ولا ندري هذا الخاتم منو حقه. قلت له: يا عم إبراهيم يعني خطتي مشت على الوجه المطلوب، فهم الآن يبحثون عن ولدهم زياد لأن سيارته قاعدة تحترق، ويبحثون عني أنا، يعتقدون إني أنا اللي حرقت سيارته وخدت ولدهم زياد. يعني هم لحد الآن قاعدين يعتقدون ولدهم زياد حي ولكنه مخطوف، وما يدرون من الشخص هذا المحترق بين السيارتين. يقول هزاع: مالي إلا أكلم العم إبراهيم أقول له يروح يقابل ظاري، ولكن ما يقول له أي شيء عني ولا يقول له أن الشخص الميت هو زياد، بس يروح ظاري ويقول له: تعال تأكدوا إذا هذا الرجال منكم ولا مو منكم. يعني تواجد ظاري في هذه الحادثة راح يشهد إن هزاع صدق مات، ومات محروق بعد بسبب الخاتم اللي حطيته في يد زياد. والله وعلمت العم إبراهيم وقلت له: اسمع، لا تقول له شيء نهائيا، أبغاك تطلع لديرتنا وتسأل عن شخص اسمه ظاري، ولكن اسأل بأسلوب استكشافي، وإذا قال لك أنت شلون عرفتني قل له أنا العم إبراهيم وكان خويك هزاع كان يمدحك ويقول له خوي اسمه ظاري موجود في الديرة، ولكن اللي أبيه منك يا ظاري تجي الآن تشوف جثة الشخص هذا المحترق اللي موجود في الديرة الثانية، هل هو هزاع ولا لا. صدق يا جماعة الخير، راح العم إبراهيم وسوى هذا كله وجاب يا جماعة الخير ظاري لين منطقة الحادثة وراه الشخص الميت المنسدح، وأنا كنت معلم العم إبراهيم حاول تبين اليد عشان يركز عليها ظاري ويركز على الخاتم. اللي يقول العم إبراهيم ظاري أول ما شاف الخاتم في يد الرجال المحترق عرف ان اللي ميت هو هزاع، وصار يصارخ حرفيا باعلى صوته، وراح العم ابراهيم مع ظاري وراح لشيخهم وقال ان عرفنا من هو الميت صار هزاع. قال: وش دراك؟ قال له ظاري: هذا اللي مات هذا واحد من اخوياي وعرفه من خاتم زواجه. استانس الشيخ وقال الله يغفر له ويرحمه. المهم طلع العم ابراهيم وودى يا جماعه الخير ظاري لديرتهم ورجع لهزاع من جديد وقال له: السالفه هذه من الى؟ وقال برضو العم ابراهيم لي: انت ترى سالفة موتك راح تنتشر في قريتكم انتشار سريع لأنك مت محروق. قلت له: طيب يا العم إبراهيم الآن وش تشوف نسوي؟ قال: والله اسمع يا هزاع، الحل الأنسب لمشكلتك هذه أنك تهاجر من المنطقة اللي أنت فيها وتطلع إلى دولة ثانية وتعيش حياتك. يا عم إبراهيم وشلون؟ قال: والله مالك إلا هذا الحل، وتختفي اختفاء تام لأنك قتلت شخص ولو شافوك بعدين موجود راح يطالبون بالدم، عشان كذا هاجر واختفي فترة وبعدها ارجع. قلت له: عم إبراهيم هداية الله ثم شورك، أبد توكلنا على الله، وين أروح؟ قال: الآن أبغى أدلك على واحد وراح يطلعك من دولة ويدخلك في دولة ثانية. يقول: طبعا أول تفتيش الدول، ما في أي تفتيش حرفيا قوي، تفتيش بينهم تفتيش بسيط مرة. يقول: مو نفس الآن، تحليل بيانات، تحليل داتا، الشخص اللي يدخل يحللونه يفحصونه عليه شيء ما عليه شيء. يقول: أول تمر بين الدول لا حياة لمن تنادي. يقول: المهم هاجر وطلع على دولة ومن الدولة هذه نزل على دولة ثانية. يقول: هزاع أول ما وصلت لهذيك الدولة والله إن كانوا رجالها رجال، يقول طيبين لأبعد درجة، يقول شافوني وعرفوا أني من الدولة الثانية فصاروا يرحبون بي في كل مكان، حياك الله تعال معنا وتفضل معنا. يقول صاروا يعزموني بشتى أنواع الطرق. فرحت الرجال هناك موصيني عليه العم إبراهيم، قال: الشخص هذا هو الشخص الوحيد اللي تعتمد عليه هناك، وقل له جايك من طرف إبراهيم بن فلان الفلاني وتراه من نفس ديرتنا ولكنه هارب من زمان. قلت له: الله يعطيك العافية يا عم إبراهيم وشاكر لك حرفيا وقفتك هذه اللي قاعد تسويها معي. صدق يا جماعة الخير، وقابل الشخص اللي كان موجود هناك وكان اسم ذاك الشخص اسمه جمال. طبعا جمال ما هو اسمه الحقيقي، جمال هذا اسم اخترعه اول ما دخل لهذه الدولة عشان اذا جاء احد يسأل عنه يقولون ما نعرفه. جمال هذا يا جماعة الخير شخص مكون له كذا تجارة بسيطة في نفس المنطقة، يعني شغال حرفيا في المواشي وفي سوق الخضار وبرضه في الطحين والدقيق والاشياء هذه. المهم انا قلت له الموضوع اني جايك من طرف ابراهيم بن فلان الفلاني، وقال: ابد حياك الله، واذا تبغى تشتغل راح اشغلك معي. صار يا جماعة الخير يشغلني معاه، ولكن جاء في بالي زوجتي نورة. قلت: الله يستر زوجتي نورة لا يكون حالتها النفسية الحين ضربت وصارت تفكر تفكيرات ثانية، ممكن بعد هذا الخبر بستة أو سبع شهور ممكن تتزوج علي، لازم أخلص موضوعي هذا بدري وأطلع من هذه الديرة، ولكني ضامن الآن ما
يقارب 6 شهور أو 7 شهور نفترض إن زوجتي ما راح تتزوج علي نهائيا، وصرت أشتغل في نفس هذه الديرة وأعمل من هنا وأجيب من هنا، وصرت أعمل مع جمال حرفيا أشياء كثيرة. والصدق لا أخفيكم كنت شخص عملي بشكل ما تتوقعونه. المهم في يوم من الأيام بعد ما مر علي وقت طويل وأنا جالس عندهم، يعني قرابة 2 أو 3 شهور، إلا ناداني العم جمال وقال لي اسمع يا هزاع، والله شغلك ما شاء الله ممتاز، نبغى نوسع تجارتنا شوي ونطلع على المنطقة الثانية، ولكن المنطقة الثانية هذه تبعد عننا ما يقارب 3 ساعات إلى 2 ساعات، وش رايك تروح تمسكها ولك نسبتك وأرباحك وكل شيء؟ صدقني تراك بتطلع ذهب، بما أنك برضو من العم إبراهيم وهذا أقل شيء أقدمه لك. يتلابد أنا راضي والله يعطيك العافية. وصدق يا جماعة الخير شلت متعتي وشلت كل المواد اللي وفرها لي جمال، من دقيق من طحين مني برضو يا جماعة الخير الطواحن القديمة هذه شلتها وتحركت بأحد السيارات ونزلت في أحد المناطق، والمنطقة هذه كانت تبعد 2 إلى 3 ساعات من المنطقة اللي كنت فيها. المهم جلست هناك يا جماعة الخير في المنطقة الثانية وأنا قاعد أبيع وأشتري ما يقارب 1 شهر ممكن أو 5 أسابيع بالضبط. يقول في يوم من الأيام وأنا طالع من بيتي البسيط مرة إلا في شخص يناديني من ورا قال لي هزاح هزاح. قاعد انا اقول والله ان الصوت ذا اعرفه، هذا مين صوته قد مر علي؟ بعدين قلت الله يستر ليكون من الناس اللي كانوا يبغون دمي ويبغون يذبحوني. الا ناظر ورا يا جماعة الخير الا هو ضاري خوي، اول ما شفته الا دمعاتي يا جماعة الخير صارت تنزل، ضار يجي طاير يا جماعة الخير ويحضني. هزاح ليه ما قلت لي انك ما مت؟ هل تعتقد اني ما راح امسك سرك؟ قلت له يا ضاري صار اللي صار والحمد لله انا بخير، ولكن وش دراك اني انا موجود هنا؟ قال لي امشي امشي معاي، وين بيتك؟ وادخل البيت يا جماعة الخير وادخل ضاري معاي. قال لي اسمع، بعد مرور ممكن 3 شهور قابلت العم ابراهيم وعزمني على بيته، اول ما رحت لبيته وجلست عنده الا حصلت الرشاش اللي انا اعطيتك اياه. قلت له ايوه هذه متى صارت؟ قال بعد الحادثة ممكن بأسبوعين او 3 أسابيع. فقلت له عم ابراهيم حلفتك بالله هزاع حي ولا ميت؟ لان قلبي ينغزني عليه وقاعد يقول انه حي. اللي يناظر فيني العم ابراهيم وهو مصدوم قال لي ليه وش دراك؟ وش الكلام هذا اللي قاعد تقوله؟ قلت له يا عم ابراهيم الرشاش ذا اللي جنبك هذا رشاش هزاع، وهزاع انا اللي معطيه ذا الرشاش، علمني هو حي ولا ميت. يقول بعد ما ضغطت عليه دلني على شخص اسمه جمال قال لي ترى هزاع حي، وصيته على شخص موجود في المنطقة الفلانية أو في الدولة الفلانية اسمه جمال، فروح وإن شاء الله راح تقابله، ولكن اكتم السر واطلع وصير لاحق. وصرت أبحث عن الشخص هذا اللي اسمه جمال، فأول ما حصلت جمال هذا قال لي إن هزاع له 3 أسابيع طالع من عندنا وراح المنطقة ثانية ودلني عليها وهذاني جيتك، والحمد لله إني قابلتك. قلت له ضاري بنشدك عن شيء، زوجتي نورة شحالها؟ شخبارها؟ أمورها زينة؟ قال والله زوجتك نورة عيبانها شوي واكيد انها بتتعب لانها فاقدتك. قلت له اسمع ابغاك ترجع الان يا ضاري. قال راح ترجع معاي. قلت ما راح ارجع معاك، لو رجعت الشيخ ابو زياد راح يجي لقريتنا وراح يطالب بدمي. قال لي طيب وش الحل؟ قال اسمعني ابغاك تروح لزوجتي نوره وتقول لها ذا الكلام. قال قل لزوجتي نوره هالابيات وهي راح تفهم كل شيء. يا بنت الأجواد عاد سقف البيت موجود تسنده عمدانه مهما تصير الظروف، تشرق الشمس وتغيب ورا الحدود لكن مردها ترجع تشرق وتدفن الخوف. قال لها خذ الأبيات ووصلها لنورة ونورة راح تفهم كل شيء. طبعا يا جماعة الخير يقصد في البيت الأول إنه سقف البيت موجود يقصد وجوده في البيت، فدايما الأب أو الزوج دايما هو سقف البيت الموجود دايما، ويقصد إنها يا جماعة الخير تسنده عمدانها معناها يا نورة أنت عائلتي وقفي معاي. وفي البيت الثالث اللي قال تشرق الشمس وتخيب ورا الحدود علمها يا جماعة الخير المكان اللي هو موجود فيه الآن. وفي البيت الأخير اللي قال فيه لكن مردها ترجع تشرق وتدفن الخوف قصده انه راح يرجع بإذن الله انه سالم غانم. المهم يقول هزاع روح ضاري لين ديرتنا اللي كنا ساكنين فيها وراح يوصل الأبيات اللي قلتها له لزوجتي نورة، وانا في راسي طريقة لحد الآن ما سويتها لو صارت راح أثبت فيها براءتي وأجرم يا جماعة الخير زياد على الشيء اللي سواه. صدق إن زياد قاطع طريق ويستحق اللي جاه، ولكن بإذن الله في شيء لو صار راح يخلي يا جماعة الخير هزاع يرجع لديرته مرفوع راسه. يقول هزاع صرت أشتغل في المدينة هذيك ومرت معاها الأيام، والصدق
حق. ما مرت أيام بسيطة، لا مرت يا جماعة الخير ما يقارب سنة وأنا في المدينة الجديدة هذه، يعني لي طالع ما يقارب سنة وممكن ثلاث شهور. قلت جاء الوقت اللي أسوي فيه خطتي بعد ما ملكت فلوس وامتليت من ذا المال اللي معاي، جاء الوقت اللي أبري فيه نفسي قدام جماعتي. يقول هزاع رحت لجمال وقلت له جمال بسلمك المحلات وبإذن الله فترة وبرجع لك. قال لي خلاص زين. يقول محصل أحد الناس اللي يوصلون بين المدن واركب معاه وحاسبه وقلت له ودني للمكان الفلاني. المكان الفلاني هذا وين فيه؟ راح يا جماعة الخير هزاع عند بيت عزام. عرفتوا عزام اللي كان بيذبحه وخلاه يروح؟ قال للسواق هذا ودني عنده. يقول محاولت أخفي نفسي لين دخلت قريتهم وادخل عليهم لين عند بيتهم، وكانت ذيك الأيام على الساعة 5 العصر إلا حصل عزام قدامي وناديه. قلت له عزام تعال أبغاك شوي. طبعا ذيك الأيام أنا عمري في 41 أو 42 سنة. اللي يناظر فيني عزام قال لي أنت أبو ضويحي؟ قلت له نعم أبو ضويحي. قال أنت مو يقولون عنك ميت؟ لا لا ماني ميت تعال شوي. يقول واخذ عزام وأقول له. قلت له اسمع عزام أنا اللي ذبحت زياد لأنه يستاهل الموت، ولكن اللي أبغاه منك هل زياد قد قتل ناس على الطريق؟ قال لي قتل إيه والله إنه قتل، قتل ما يقارب 5 أو 6 وكان يقتل بدون رحمة. قلت له بس زين دلني على الناس اللي قتل عيالهم. قال في 2 منهم موجودين هنا في البلدة هذه. قلت له وين بيتهم؟ يوديني عند واحد يا جماعة الخير قال هذا الولد زياد قتل أبوه وقتله قبل ما يقارب 3 سنوات. قلت له متأكد؟ قال متأكد، لو تبغاني شاهد أنا شاهد، ولو تبغاني أشهد قدام أبوه شهدت قدام أبوه، وأبوه يدري إني أنا خويه. قلت له لا أنت خلك الورقة الرابحة اللي راح أستخدمها بعدين. يقول وأروح الرجال هذا وسلم عليه وقلت له كيف حالك يا فلان امورك زينه وش رايك اللي يجيب حق قاتل ابوك؟ يقول له ناظر فيني قال لي انت تقولها وطولها؟ قلت له اقولها وطولها الا قال لي اقلط واقلط عنده يا جماعه الخير وعلمه السالفه واقول له اني ترى ذبحت قاتل ابوك. الرجال انصدم قال لي متاكد؟ قلت متاكد ولكن احتاج وقفتك معاي. قال اللي تبيه بشربه. قال ابغاك تشهد معاي على ان الرجال هذا هو اللي قتل ابوك. قال انا ما قد شفته. قال انا اجيب لك شاهد من برا ولكن ابغاك قدامي طالب بحقك، يعني في البداية أبغاك تروح للشيخ أبو زياد وتقول له أن ولدك هو اللي قاتل أبوي. قال بس هذا اللي تبغاه؟ قلت له بس هذا اللي أبغاه ولكن انتبه تقول أنه ولده مات. بعدين نظر فيني قال أنت متأكد قتلت ولده؟ قلت له والله العظيم أني قتلت ولده زياد وروح أسأل عن ولده بيعتقد أنه ولده ضايع. المهم يا جماعة الخير الخطة اللي راح أسويها الآن أني أخلي الرجال هذا يروح لأبو زياد يروح يشكي على ولده وأجيب الشخص الثاني والثالث والرابع والخامس لين أجمعهم على الشيخ أبو زياد ويصيرون يطالبون بقصاص ولده. وبخلي يا جماعة الخير عزام هو اللي يشهد على عملية القتل اللي سواها زياد للناس هذولي. وصدق يا جماعة الخير وضبط الخطة هذه بالكامل. 4 أيام 5 أيام وأنا مجمعهم عند بيت الشيخ أبو زياد وصاروا يشتكونه. قالوا عطوني ما يثبت. قال بيجينا إن شاء الله اللي يثبت كلامنا بإذن الله إنه بكرة. قال لهم خلاص جيبوا ما يثبت وبشروا بحقكم. يقول بعد ما جوني وقالوا لي الكلام هذا كله قلت لهم خلاص موعدنا بإذن الله الساعة 4 العصر في بيت الشيخ أبو زياد وانا بجيب البرهان والدليل انه ولده هو القاتل. يقول جت الساعة 3:30 واروح امر عزام واقول له يا عزام اسمع ابغاك تكون واقف على جنب وبس وتسمع الكلام. الشيخ ابو زياد اول ما يشوفك راح يعرف انك خوي ولده زياد، بيناديك تشهد ضد الشيء اللي سواه ولده فابغاك تشهد عليه. قال لي هزاع انت رجال خليتني اهتدي والهداية بيد الله وباذن الله اني شاهد على زياد. صدق يا جماعة الخير جت الساعة 4 واجتمعوا كلهم عنده ودخلت يا جماعة الخير عزام على جنب. بعد ما دخلت عزام وهم قاعدين يحتجون ترى ولدك زياد سوى كذا 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 قال لهم عطوني دليلكم بعدين تراكم قاعدين تظلمون ولدي وهذا عزام هذا هو خوي انشدوه. جاء عزام يا جماعة الخير قال لي انا بشهد على الشيء اللي شفته ولكن يا ابو زياد بتقبل شهادتي قدامهم؟ قال شهادتك مقبولة. ولف على الجماعة الثانيين قال بتقبلون شهادتي قدامه وبتمشون على كلامي؟ قالوا شهادتك مقبولة. الا قال لهم عزام يا ابو زياد ترى ولدك زياد قتل ما يقارب 6 أشخاص والناس اللي جايينك هذولي يطالبون بموت احد افراد اسرهم، هذا الشيء اللي عندي يا ابو زياد. يقول هزاع انا قاعد اسمع من بعيد، اللحظة هذه انا على طول دخلت، الا ناظرني ابو زياد ونهبل. يقول هزاع رفعت يدي وقلت قلت حقكم وصل وانا قتلت ولده زياد. يقول الخطة اللي أنا سويتها مشت على الشكل المطلوب وأبو زياد انهبل أصلاً أول ما شافني كان يعتقد أني ميت ولكن ما يدري أني أنا اللي قتلت ولده زياد ولعت فيه النار ورحت وخليته. المهم إلا الجماعة هذولي اللي أنا أصلاً متفق معهم من قبل وعلمتهم كل شيء من قبل قالوا لي أنت يا هزاع أنت اللي قتلته؟ قلت لهم إيه أنا اللي قتلته وخذت حقكم منه والوجه يا أبو زياد من الوجه أبيض ومع السلامة. يقول هزاع طلعت وأنا متبري قدام 6 رجال موجودين في المجلس.
ولا له كلمة علي. يقول وأطلع يا جماعة الخير للمنطقة اللي أنا ساكن فيها، أبغى أشوف أمي وأبغى أشوف أبوي وأبغى أشوف الناس اللي كانت تعتقد إنها الزاع مات، لا ومات محروق بعد. يقول أول ما رحت بيت أبوي وافتح الباب وأدخل، يقول سبحان الله إلا أبوي في وجهي، أول ما شافني ناظر فيني قال هزاح، لا أنا تخيل أنت هزاح، قلت له هي أنا هزاح وهذا أنا رجعت يا يبا، قال أنت وش سويت وش صار وعلمني أنت صدق هزاح ولا ما أنت هزاح. يقول لأبوي يصير يبكي قدامي، قلت له يا يبا والله إني هزاح، ولكن صارت سالفة طويلة وخلتني أختفي السنة ونص هذه، ولكن الحمد لله إني رجعت. يقول صار أبوي يحضني وتجي أمي من هبلة هزاح، قام البيت كله ينتفض صراخ هزاح في هزاح. يقول سلمت على أمي وسلمت على أبوي وقلت أبوي السالفة كاملة، وقلت له يا يبا سامحني على موترك اللي راح وبشر بالعوض جاي ومعاي العوض كله. إلا أبوي قال لي الحديد بداله حديد يا ولدي، ولكن هزاع ما بداله هزاع. المهم جلست وعلمتهم السالفة كاملة، ورحت يا جماعة الخير بعدها البيت زوجتي نورة وطقيت عليهم الباب، إلا طلع لي أبوها ناظر فيني قال هزاع، لا مستحيل أنت هزاع، قلت لي أنا هزاع. في اللحظة هذه إلا ضاري يا جماعة الخير طالع من بيتهم، إلا يشوفني من بعيد قال لي هزاع، تو ما نورت القرية يا هزاع، جاء طاير وصار يحضرني قال لي الحمد لله على سلامتك وعلمني وش صار معاك، قلت له بجيك بعد شوي ولكن خلني أقابل زوجتي. إلا أبوها يا جماعة الخير أبو نورة كان منصدم، فتح لي الباب قال تفضل قال ضويحي موجود ونورة بنتي موجودة أبد تفضل. وادخل يا جماعة الخير وقابل زوجتي نورة وقلت لها فهمتي الأبيات اللي وصلت؟ قالت فهمتها يا أبو ضويحي والحمد لله على سلامتك وإنك قدرت ترجع من جديد. المهم جلست مع زوجتي نورة ولدي ضويحي ما يقارب الساعتين أشرح لهم وش صار من البداية للنهاية، وطلعت بعدها يا جماعة الخير عند ضاري خويي وبلغته بالشي اللي سويته. ولهنا يا جماعة الخير انتهت قصتنا في هذا اليوم، أتمنى والله العظيم إني وفقت في روايتي لهذه القصة، واكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، ولا تنسى برضو ضغطك على زر اللايك والاشتراك في القناة حبيبي وعزيزي المتابع، واشوفكم في امان الله في قصة جديدة. سلام عليكم.